فضيلة الشيخ، هل الإمام منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى؟ ليس للإمام أن يمنع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، فإن فعل ذلك فإن هذا أخشى أن يكون معارضة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقامة الجماعة الثانية بعد الأولى إذا كان لعذر، يعني لم يتقصد المتخلفون أن يقيموا جماعة ثانية، لكن دخلوا ووجدوا الجماعة قد صلوا فيصلون جماعة، هذا هو السنة. فإن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه فقال ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، وهذه إقامة جماعة بعد جماعة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالذي قال فيه الرسول أزكى ننهى عنه أو نمنع منه، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يمنع المسلمين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وندب إليه وحث عليه. أما لو اتخذ هذا عادة بأن كان هذا المسجد يصلي فيه هذا الإمام ثم إذا فرغ الإمام جاء إمام ثاني يصلى، فهذا بدعة لا شك فيه، ولا ينهى عنه الإمام الأول، وإنما يتولى النهي عنه المسؤولون في إدارة الأوقاف أو في شؤون المساجد. نعم.